أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي. طبعا احنا خدنا موضوع التكامل في الحلقة السابقة. طيب، وقلنا إن التكامل هي عملية عكسية للاشتقاق. طيب، لما جينا وإحنا بنكمل نزود الأس واحد ونقسم على الأس الجديد، ولما يديني يقول لي تكامل قوس بداخله مقدار من الدرجة الأولى، يبقى على طول نكامل القوس على مشتقة ما بداخل القوس زائد مقدار ثابت. ثابت ليه؟ لأن التكامل غير محدد. بعد كده لو خدنا إن القوس أس عدد في مقدار جبري في مشتقة ما بداخل القوس، قلنا نكامل القوس بس ونضيف مقدار ثابت. النهاردة في حلقتنا هناخد بعض التطبيقات على نفس الكلام، وهنشوف التطبيقات تكون ازاي. مثلا معادلة المنحنى، طبعا هو بيجيب لك ميل المماس، تخلي بالك ان ميل المماس هو المشتقة الاولى، يبقى هو لما يقول لك ايه اذا كان ميل المماس، تعرف ان هو مديك المشتقة الاولى. طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده على الورق معانا، بعض التطبيقات على التكامل. تعالى بيقول لك معادلة المنحنى للدالة د س بيساوي تكامل ميل المماس اللي هو المشتقة الأولى زي ما احنا قلنا بالنسبة للمتغير اللي موجود عندي هنا س، يبقى بالنسبة لس. ناخد مثال لكده، مثال اللي مكتوب عندي ونبدأ نتعامل معاه، بيقول لي أوجد معادلة عائلة المنحنيات التي ميل المماس عند أي نقطة س وص لها يساوي 3 س تربيع. ميل المماس يبقى المشتقة الأولى هنا 3 س تربيع، ثم عين معادلة المنحنى منها الذي يمر بالنقطة 1 و 2. أقول له طيب بسيطة جدا، أقول له معادلة المنحنى ص بيساوي تكامل 3 س تربيع، ايه المتغير الموجود هنا؟ يبقى بالنسبة لس. طيب نعمل ايه تاني؟ طب نكامل، يبقى بيساوي 3 س اس 3 على 3، طبعا راحت ال 3 مع ال 3، زائد مقدار ثابت، ثابت التكامل. طيب هنا عندي قال لي المعادلة المنحنى الذي يمر بالنقطة 1 و2، يبقى النقطة 1 و2 تنتمي للمنحنى ص، أعوض بيها. تعال نشوف كده، يبقى ص بكام؟ ب2، وس بكام؟ ب1 زائد ثابت. تعال بقى كده أودي الناحية التانية لواحد، يبقى الثابت بيساوي 2 ناقص 1، يبقى الثابت بيساوي 1. يبقى أصبحت معادلة المنحنى أصبحت إيه؟ ص بيساوي س تكعيب زائد الثابت اللي هو طلع قيمته بواحد. يبقى أنا عملت إيه؟ يبقى على طول تطبيق مباشر للقانون، ما تفكرش في أي حاجة، بص إيه اللي أنت بتعمله إيه؟ عملت قلت معادلة المنحنى ص بيساوي تكامل ميل المماس اللي هو مديهولي بالنسبة لس، زود الأس واحد، يبقى س أس 3 على 3 راحت مع ال 3 دي، يبقى أصبحت ص، يبقى س أس 3 زائد ثابت، ثابت التكامل. طيب قال لي إن المنحنى ده يمر بالنقطة 1 و2، يبقى عوض عن س بواحد وص بكام؟ ب2، ص ب2 وس بواحد زائد ثابت. أودي دي الناحية التانية بإشارة مخالفة، يبقى الثابت بيساوي 2 ناقص 1 يدينا 1. يبقى الثابت، يبقى معادلة المنحنى بيساوي ايه؟ س أس 3 زائد 1، هي دي المعادلة المطلوبة مني. كده انت لازم تعرف، يبقى اول تطبيق احنا خدناه اللي هو عبارة عن ايه؟ معادلة المنحنى. يبقى لما يجيب لك معادلة المنحنى، اوجد معادلة المنحنى الذي ميل المماس له، يبقى على طول تاخد تقول ص بيساوي تكامل ميل المماس اللي موجود عندي بالنسبة للمتغير س. وبعد كده بيقول لك المنحنى يمر بنقطة، يبقى أعوض بالنقطة دي عشان أجيب ثابت التكامل، وبعوض في المعادلة اللي هو مديها لي، وخلاص على كده اللي هي واحد اللي هي دي. تعال بقى كده نشوف كمان مسألة ونشوف إحنا بنعملها إزاي.
المسألة التانية بيقول لك ايه؟ اوجد معادلة المنحنى الذي ميل المماس له عند اي نقطة واقعة عليه س وسط يساوي 3 س تربيع ناقص 4 س زائد 5، علما بأنه يمر بالنقطة 1 و2. طيب نفس الكلام بالظبط اجي اشتغله، تعال نشوف كده بالراحة ونشوف احنا بنعمل ايه. بص معايا، لما يجي اقول له معادلة المنحنى ص بيساوي تكامل، عندي اهي ميل المماس، يبقى 3 س تربيع ناقص 4 س زائد 5، المتغير عندي ايه؟ س بالنسبة لس. يبقى هنا لما اجي اشتغل بشتغل ايه؟ بالراحة جدا، كامل 3 س اس 3، يبقى س اس 3 على 3 راحت مع بعض مع التلاتة دي اهو، 3 س اس 3 على 3 ناقص 4 س اس 2 على 2 زائد 5 س، كملنا زائد ايه؟ ثابت التكامل عشان دي مش محدد، بسط 3 راحت مع 3 هنا فيها الاتنين، يبقى س تكعيب ناقص 2 س تربيع زائد 5 س زائد ثابت، دي اللي هي ايه؟ ص، ونسميها ايه؟ رقم 1. طيب هو قال لي بيمر بالنقطة 1 و2، تعال نشوف بيمر بالنقطة 1 و2. هنا اقول بالتعويض، بما ان بالتعويض بالنقطة 1 و2 عوض بيها ص ب2 وس ب1، يبقى 1 اس 3 ناقص 2 في 1 اس 2 زائد 5 في 1 زائد ثابت، تعال 2 1 اس 3 ب1 و2 في 1 ب2 1 يبقى سالب 1، يبقى على طول موجب 5 يدينا 4 زائد ثابت. تاني ص ب2 عندي المعادلة ايه؟ على فكرة اهي، ص بيساوي س تكعيب ناقص 2 س تربيع، بفكرك بيها، زائد 5 س زائد ثابت اللي انا بعوض فيها، ص ب2 اهي، س ب1، تعالى كده 1 اس 3 ب1، وهنا 1 في 1 ب1، في ناقص 2 بسالب 2، 1 ناقص 2 يدينا سالب 1، و5 في 1 ب5، 5 ناقص 1 يدينا كام؟ 4 زائد ثابت التكامل. أودي دي الطرف الآخر، يبقى ثابت التكامل بيساوي كام؟ 2 ناقص 4، يبقى بيدينا سالب 2. جبت أنا ثابت التكامل بسالب 2 بالتعويض في المعادلة بتاعتي اللي هي أنا سميتها لكم قبل كده 1، يبقى بالتعويض في 1. يبقى أصبحت المعادلة المنحنى عبارة عن ص بيساوي س تكعيب ناقص 2 س تربيع زائد 5 س سالب 2. يبقى أنا عملت في المسألة دي إيه؟ أول حاجة جبت معادلة المنحنى، لما جبت معادلة المنحنى كملت اللي هو ميل المماس اللي هو مديهولي، طلعت الصورة دي بعد التكامل، عوضت قال لي النقطة 1 و2 بيمر بالمنحنى، تقع على المنحنى، يبقى عوضت عن س ب1 وص ب2، طلعت قيمة ثابت التكامل ورحت معوض فيها، يبقى هي دي معادلة المنحنى، ما فيش أي مشكلة فيها، المعادلة المطلوبة مني. طبعا دي من ضمن الحاجات اللي أنت لازم تخلي بالك منها. يبقى هنا أول تطبيق خدناه اللي هو إيه؟ معادلة المنحنى. في مسألة كمان وهنتعامل معاها بشكل كويس، وانت دايما تكون عارف كل الافكار اللي ممكنه. يبقى لو قال لك اوجد معادله المنحنى ببساطه جدا، بتكامل، ولما تكامل بتضيف ثابت التكامل لان التكامل غير محدد، وبتعوض بالنقطه اللي تقع على المنحنى تجيب قيمه ثابت التكامل، تعوض في ناتج التكامل اللي احنا جبناه اللي هو معادله المنحنى، وتبقى هي دي الصوره النهائيه المطلوبه منك.
تعالى بقى كده نشوف المسألة كمان التانية، تمرين كمان. بيقول لك منحنى يمر بالنقطة صفر وواحد، وميل المماس له عند أي نقطة عليه س وص يساوي إيه؟ 2 س ناقص نص س تربيع. أوجد معلق كل من المماس والعمودي للمنحنى عند النقطة التي إحداثيها س يساوي 3. يبقى هنا عندي حاجتين أنا محتاجهم، هو مديني ميل المماس اللي هو ده المشتقة الأولى. طيب، وقال لي المنحنى بيمر بالنقطة صفر وواحد، يبقى أنا المنحنى لما بيمر بالنقطة هجيب معادلة المنحنى وهيطلع التكامل ده في ثابت، أعوض بالنقطة صفر وواحد أطلع قيمة الثابت، بعد كده أطلع قيمة الميل والميل العمودي وأبدأ أشتغل على هذا الأساس. طبعا النقطة هنا مش كاملة، يبقى عاوز النقطة كاملة، أدي قيمة س، لأن قال لي إحداثيها السيني بيساوي 3، عاوز الصاد كمان، يبقى بعد ما محتاج إن أنا أجيب معادلة المنحنى عشان أقدر أجيب الإيه؟ الصاد، وأبدأ أشتغل شغلي العادي جدا، وأطبق القانون معادلة المماس صاد ناقص صاد واحد على س ناقص س واحد بيساوي الإيه؟ الميل. معادلة المماس، معادلة العمود، صاد ناقص صاد واحد على س ناقص س واحد بيساوي سالب واحد على الميل. تعال نشوف الكلام ده واحنا بنطبقه. هقول له معادلة المنحنى ص بيساوي تكامل 2 س ناقص نص س تربيع. 2 س ناقص نص س تربيع بالنسبة لس. تعال بقى نكمل ده، ص بيساوي، نكبر خطنا شوية عشان يوضح، ص بيساوي س أس 2 على 2 ناقص نص س أس 3 على 3، التلاتة تتضرب في الاتنين يبقى 6 زائد إيه؟ ثابت. يبقى أصبحت معادلة المنحنى هنا ص نبسط س تربيع ناقص سدس س تكعيب زائد ثابت، دي معادلة المنحنى. قال لي إيه؟ قال لي المنحنى ما يمر بالنقطة صفر وكام؟ صفر وواحد. يبقى أنا أقول بما أن صفر وواحد تنتمي للمنحنى ص، أعوض عن س بصفر وص بواحد، هنا س بصفر وص بواحد يبقى واحد، وهنا صفر ناقص صفر زائد ثابت، يبقى الثابت أصبح بيساوي كام؟ واحد، أعوض في التعويض في معادلة المنحنى دي اللي هي رقم واحد بالتعويض في واحد. لما أعوض في واحد أصبحت معادلة المنحنى س تربيع ناقص سدس س تكعيب وقيمة الثابت بيساوي واحد. هي دي معادلة المنحنى اللي مطلوبة عندي. طيب، قال لي في المسألة لما تيجي ترجع لها هيقول لك ايه؟ اوجد معادلة المماس والعمودي للمنحنى عند النقطة التي احداثيها السيني بيساوي ايه؟ 3. يبقى عند سين بيساوي 3، عاوز اجيب بقى ايه؟ صاد في الحالة دي، يبقى صاد بيساوي 27 3 أس 2 ناقص سدس في 3 أس 3 زائد 1. نشوف دي كده بيساوي 9 ناقص 27 على 6 زائد 1، بالآلة الحاسبة هيطلع عندك 11 على 2. يبقى النقطة أصبحت 3 و11 على الاتنين، دي نقطة التماس، لأن إيه؟ بيقولك المماس، المماس خلي بالك، أوجد معادلة كل من المماس والعمود المنحنى عند النقطة التي إحداثيها السيني، جبت بيساوي 3، عوضت عن س ب3 طلعت ص،
يبقى هنا النقطة دي برضو تنتمي للإيه؟ للمنحنى ص. تعالى بقى كده نبدأ بقى إيه؟ نشوف الوضع. هنجيب الميل، هو مديني إن د ص على د س اللي هو الميل بيساوي، مديني هو د ص على د س اللي قال لي ميل المماس 2 س ناقص نص س تربيع. لو انت مش عارف اشتق دي، 2 في 1 ب 2 س، وهنا 3 في 1 ب 3 على 6 يدينا نص س اس 2. طيب نعمل ايه؟ يبقى الميل هيساوي، يبقى د ص على د س الميل هيساوي 2 عوض في 3 ناقص نص في 3 اس 2. هنا 2 في 3 ب 6، وهنا 3 في 3 ب 9 على 2 4 ونص يدينا 3 على 2. ادي الميل. هحتاج برضو الميل العمودي لاني قال لي معادلة العمود، اقول الميل العمودي نقولها في الخطوة اللي بعد كده. اهو الميل العمودي يساوي سالب 2 على 3 بالمرة. كده مفيش أي مشكلة. يبقى معادلة المماس ص ناقص ص واحد اللي هو 11 على الاتنين على س ناقص س واحد اللي هي 3 بيساوي الميل اللي هو 3 على 2. هنا جيب بقى اضرب الطرفين، يبقى 3 س ناقص 9 بيساوي 2 ص ناقص 11. 3 في س ب 3 س، و 3 في 3 ب 9 بيساوي 2 في ص ب 2 ص، و 2 في 11 على ال 2 يدينا 11. خليها معادلة صفرية، ناقص 2 ص زائد 2 بيساوي صفر، لأن ده هنا يبقى سالب 11 ووديته الناحية التانية يبقى سالب 9 زائد 11. طيب يبقى دي معادلة المماس. طب معادلة العمود نفس الكلام، ص ناقص 11 على الاتنين على س ناقص 3 بيساوي سالب 2 على 3. اضرب الطرفين والوسطين هتطلع عندك المعادلة 4 س زائد 6 ص ناقص 45 بيساوي صفر. نفس الطريقة هنا بالمثل. هي دي معادلة العمود. دي معادلة العمود. ادي كده اللي انت بتشتغل على اساسه وبتشوف انت بتعمل ايه. يبقى لما نيجي مثلا نعيد المسألة دي تاني ونوضحها لك قوي، علشان المسألة دي كان فكرتها طويلة شوية. هي هي، تعال نشوف كده في الإعادة اللي أنا بكررها. هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك اوجد معادلة، مديك ميل المماس. خلي بالك، يبقى أنا هجيب أول معادلة المنحنى، ص بيساوي تكامل 2 س ناقص نص س تربيع بالنسبة لس. لما كملت زودت الأس واحد وقسمت على الأس الجديد، حذفت بسطت. هنا س أس 3 على 3، 3 في 2 ب 6 زائد إيه؟ ثابت. طبعا بعد ما بسطت سميتها المعادلة إيه؟ 1. هو قال لي المنحنى يمر بالنقطة كام؟ 0 و1. يبقى س أعوض عنها بصفر وص عوضت عنها بواحد، طلع قيمة الثابت، الثابت بيساوي 1. عوضت بالتعويض في 1 اللي هي دي. لما عوض في 1 عوضت في 1 طلعت معادلة المنحنى ص بيساوي س تربيع ناقص سدس س تكعيب وثابت اللي هو قيمته 1. هو قال لي ايه؟ معادلة المنحنى عند النقطة التي احداثيها س 3. اقول له عند المماس عند النقطة، بيلمس المنحنى عند النقطة اللي احداثيها س 3. طيب اعوض عن س ب 3، فين؟ في معادلة المنحنى. ادتني ص طلعت 11 على الاتنين. يبقى النقطة 3 لما س ب 3 ص طلعت ب 11 على الاتنين تنتمي للمنحنى. طيب أنا عاوز أجيب الميل، يبقى هجيب المشتقة الأولى،
طب لو انت جبت المشتقه الاولى هو مديها لك اصلا في المساله، ما ادهالكش انت تقوم على طول 2 في س ب 2 س ناقص اشتق ده 3 في 1 ب 3 على 6 يدينا نص س اس 2. عوضت بالاحداث السيني اللي هو 3، طلع الميل 3 على 2. انا محتاج معادله المماس ومحتاج معادله العمود. عشان محتاج معادله المماس يبقى الميل 3 على 2، يبقى الميل العمودي سالب 2 على 3، ببدل. وقلت معادله المماس بيساوي ص ناقص ص 1، ص اللي هي 11 على 2 على س ناقص س 1 اللي هي 3 بيساوي الميل، وضربت الطرفين والوسطين طلعت معادله المماس 3 س ناقص 2 ص زائد 2 بيساوي صفر. وكذلك عملت ايه برضو؟ جبت معادله العمود وقلت ص ناقص 11 على الاثنين على س ناقص 3 هي هيها، خلي بالك، ورحت جاي بيساوي الميل العمودي، المقام بسط والبسط مقام، ضربت الطرفين بيساوي الوسطين، صفيت المساله، طلع في الاخر 4 س زائد 6 ص ناقص 45 بيساوي صفر. دي معادله الايه؟ العمود. طبعا انت كده خدنا التطبيق الاولاني بتاعنا اللي هو معادله المماس، اللي هو جات معادله المنحنى من الحاجه اللي موجوده معطاه قدامي. طبعا احنا خدنا قبل كده المسافه والسرعه والعجله، هناخد تطبيق النهارده للمسافه والسرعه والعجله بالعكس. احنا خدناها في الاول ايه هي؟ لما جينا نشتغل قلنا لما بيديني المسافة نيجي نشتقها بالنسبة للزمن يديني السرعة، والسرعة لما نشتقها بالنسبة للزمن يديني العجلة. طيب لو قال لي العكس، جاب لك العجلة، يبقى العجلة لما اجي اكملها، مش احنا قلنا ان التكامل عكس، عملية عكسية للتفاضل او المشتقة. طيب العجلة لما تيجي تكملها يديني ايه؟ السرعة. طب السرعة لما اجي اكملها بالنسبة للزمن يديني ايه؟ الازاحة او المسافة. دي كده اللي احنا هنطبق عليه. تعال نشوف التطبيق كده على الورق وخده بمنتهى البساطة ومفيش اي مشكلة عندي. اهو تعالى، ايجاد السرعة والمسافة لنقطة مادية اذا علمت العجلة التي تتحرك بها. اذا تاني، ايجاد السرعة والمسافة لنقطة مادية اذا علمت العجلة التي تتحرك بها. السرعة العجلة اللي هو جيم، والسرعة اللي هي عين، والزمن اللي هو نون. يبقى لو اداك العجلة لو انا كملتها بيديني ايه؟ السرعة. ولو اداك السرعة اكملها بيديني الازاحة او المسافة بالنسبة للايه؟ للزمن. تعال نشوف التمرين ده ونشوف احنا بنشتغل ازاي، وخليك انا همشي ببطء معاك علشان تستوعب ايه اللي ايه يكون بتتعامل معاه فيها. بيقول لك تتحرك نقطة مادية من السكون في خط مستقيم بعجلة تساوي 6 نون ناقص 2 سنتيمتر لكل ثانية تربيع. اوجد كل من سرعة النقطة المادية وبعدها عن نقطة البدء بعد 3 ثواني من بداية الحركة. خلي بالك، هنا تتحرك نقطة مادية ودي العجلة، يبقى مديني العجلة اهو، يبقى اكملها يديني ايه؟ السرعة. تعال تشوف الكلام ده وتشوف احنا بنتعامل معاه ازاي. يبقى انا هقول له السرعة بيساوي تكامل العجلة اللي هي 6 نون ناقص 2 بالنسبة لنون. يبقى أنا على طول بيساوي 6 نون أس 2، أزود الأس 1 وأقسم على الأس الجديد، ناقص 2 نون زائد إيه؟ ثابت. 6 على ال 2 فيها ال 3، يبقى السرعة أصبحت 3 نون تربيع ناقص 2 نون زائد ثابت، ونسمي دي رقم ايه؟ 1. قال لك الحركة منين؟ من السكون. طالما الحركة من السكون يبقى عين
من البداية خالص، مفيش سرعة ومفيش زمن، يبقى معنى كده ان الثابت تعوض بيها هنا عين بصفر بيساوي صفر زائد صفر زائد ثابت، اذا الثابت بيساوي كام؟ صفر. الثابت بيساوي ايه؟ صفر. يبقى عين اصبحت عندي بتساوي ايه؟ بتساوي 3 نون تربيع ناقص 2 نون، ادي عين. قال لي ايه؟ قال لي عند نون بعد من نقطة البدء بعد 3، يبقى نون بيساوي كام؟ 3 ثانية. يبقى هنا على طول 3 في 3 أس 2 ناقص 2 في 3، يبقى بيساوي 21 سنتيمتر على الثانية. دي السرعة. تاني عشان برضو ما تتلبخش ولا تضايق نفسك، أنا جبت السرعة، قلت العجلة كملتها، بعد ما كملتها عاوز أجيب ثابت التكامل، قلت الحركة من السكون، طبعا من البداية مفيش سرعة، أنا بستعد مفيش سرعة، يبقى عين بصفر، يبقى الزمن بصفر، عوضت بيها هنا، طلع الثابت بيساوي كام؟ بيساوي صفر، يبقى عين بيساوي 3 نون تربيع ناقص 2 نون. عند نون بيساوي 3 ثانية، يبقى عين بيساوي 3 في 3 أس 2 ناقص 2 في 3، طلعت 21 على الثانية. تعالى بقى كده الحتة دي، احنا لسه ما كملناش المسألة، لسه ما كملناهاش، بص لها هنكمل بقى ايه. طيب انا عاوز المسافة، لان هو لما قال لي ايه، قال لك انا عاوز كل من السرعة، سرعة النقطة وبعدها، لو انت قريت المسألة، وبعدها، وبعدها يبقى عاوز الايه؟ المسافة. يبقى انا هقول له المسافة يا باشا، تعال نشوف كده، بيساوي تكامل 3 نون تربيع اللي هي السرعة، 3 نون تربيع ناقص 2 نون بالنسبة للزمن. يبقى هنا على طول نشوف التكامل بتاع الكلام ده، يبقى هنا نون أس 3 على 3 ناقص 2 نون أس 2 على 2 زائد إيه؟ ثابت، وهنميزه لأن أنا قلت أول مرة ثابت، يبقى ثابت واحد. طيب خلي بالك من اللي إحنا بنعمله هنا، المسافة في البداية طبعا التلاتة راحت مع التلاتة والاتنين مع الاتنين، وأصبحت فيه شكلها الجديد أبسط شوية، نون أس 3 ناقص نون أس 2 زائد ثابت، نحط واحد جنبها للتمييز أهي. خلي بالك من حاجة هنا، المسافة عند البداية بيساوي صفر، ونون بيساوي إيه؟ صفر. إذن الثابت الواحد ده بيساوي صفر، لأن الحركة من البداية ما كانش في مسافة، يبقى على طول الف بتساوي صفر، ودون بتساوي صفر، والثابت بيساوي ايه؟ صفر. تعالى بقى كده، لما الثابت بيساوي صفر اصبحت ف بيساوي نون تكعيب ناقص نون ايه؟ تربيع. عند نون بيساوي 3 ثانية، يبقى ف بيساوي 3 اس 3 ناقص 3 اس 2 بيساوي 18 سنتيمتر. يبقى مسألتي كده خلصت، يبقى جبت البعد عن النقطة بيساوي 18 سنتي، والسرعة بيساوي 21 سنتيمتر على الثانية. تعال نشوف كمان تطبيق. طبعا لما جينا في المسألة دي هو اداني العجلة، فأنا رحت على طول جايب التكامل بتاعها، فاداني السرعة وجبت التكامل، طبعا البداية الحركة من السكون، طالما الحركة من السكون يبقى على طول عين بيساوي صفر ونون بيساوي صفر، فعوضت وجبت قيمة الثابت، طلع الثابت بيساوي صفر. طبعا جيت بقى كملنا السرعة، ادتني المسافة، فلما اداني المسافة برضو الحركة بدأ من السكون، ففيه بيساوي صفر، ما مشيش اي مسافة، والزمن بيساوي صفر، الثابت التاني ده بيساوي صفر، عوضنا بيها وعوضنا عن نون بتلاتة، طلعنا القيمة في كل من السرعة والعجلة. نشوف كمان تطبيق.
على هذا الموضوع. بص معايا، إذا تحركت نقطة مادية، فكر كده كويس وأنسب لك مهلة للمسألة. إذا تحركت نقطة مادية من السكون بعجلة ثابتة تساوي 6 سنتيمتر على لكل ثانية تربيع، فأوجد كل من سرعة الجسم وبعده عن نقطة البدء الحركة بعد 4 ثواني. ده مديني العجلة، العجلة مدهالي 6 سنتيمتر على مربع الزمن لكل ثانية تربيع. طيب يبقى أنا لما أجي أحتاج السرعة أقول له تكامل الستة بالنسبة للزمن، خلاص دي الوحدة. يبقى هنا السرعة بيساوي كامل ستة، يبقى 6 نون زائد إيه؟ ثابت. 6 نون زائد إيه؟ ثابت. طيب إمتى بدأ الحركة؟ لو بصيت الحركة منين؟ من السكون، يبقى عين صفر. الحركة من السكون يبقى عين بيساوي صفر ونون بيساوي صفر، إذا الثابت بيساوي كام؟ صفر. يبقى أصبحت السرعة عين بيساوي 6 نون، عند نون بيساوي 4 ثانية، يبقى عين بيساوي 6 في 4 بيساوي 24 سنتيمتر لكل ثانية. طيب سهلة جدا. طيب عاوز ايه تاني؟ عاوز بعده، يبقى عاوز المسافة. تعالى على السرعة اللي هي دي، هنعمل ايه؟ يبقى هنا المسافة فيه بيساوي تكامل العين اللي هي 6 نون بالنسبة للزمن. يبقى هنا 6 نون على 2، 6 أس 2 على 2 زائد مقدار ايه؟ ثابت. يبقى الفيه اصبحت 3 نون تربيع زائد ايه؟ ثابت. ادي الفيه، عند نون فيه بيساوي صفر، نون بيساوي صفر، وفيه بتساوي صفر، يبقى الثابت بيساوي صفر. يبقى على طول فيه اصبحت ايه عندي؟ فيه اصبحت موجودة عندي، معلش، الفيه اصبحت 3 نون تربيع، 3 نون تربيع. تعالى بقى كده، 3 نون تربيع عند نون بيساوي 4 ثانية، يبقى الفيه اصبحت 3 في 16 يديني 48 سنتيمتر، يبقى بعدها بيساوي 48 سنتيمتر، والسرعة بيساوي 24 سنتيمتر على الثانية، يبقى البعد بيساوي 48 سنتيمتر والسرعة بيساوي 24 سنتيمتر على الثانية. طبعا انت لما تيجي بتبص للمسائل بتتخض منها، مش عاوزك تتخض، ده هي بسيطة جدا 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 جدا. يبقى لو اداك العجلة بتعمل ايه؟ نكامل، يديني ايه؟ السرعة. لو اداك السرعة بتعمل ايه؟ تكامل، يديني الازاحة او المسافة اللي موجودة عندك. بتعوض عن الحاجات بالمعطيات الموجودة عندك في المسألة، بتجيب كلمة الثابت في كل مرة وبتبدأ تشتغل عادي جدا جدا بكل بساطة وبكل حدود. انت بتعمل ايه؟ هناخد كمان تطبيق ونشوف احنا بنشتغل هذا التطبيق ازاي. خلي بالك ان احنا بنطبق على التكامل، والتكامل هي عملية عكسية للايه؟ للمشتقة. تعال نشوف تطبيق كمان. بيقول لك ايه في هذا التطبيق؟ بيقول لك اذا كانت المعادلة عين بيساوي 5 زائد 3 نون سنتيمتر لكل ثانية، يبقى هنا مديني السرعة. خلي بالك اقرا المسألة كويس قوي، ما ادانيش العجلة. تمثل العلاقة بين السرعة وايه؟ والزمن. يعني ايه السرعة والزمن؟ انت لو بصيت على ايدك يمين السرعة،
وعلى ايدك الشمال نون اللي هو الزمن. لنقطة مادية فأوجد العلاقة بين المسافة والزمن، يعني بيقول لك يا عم الباشا جيب لي المسافة أو الزحمة. إذا كانت المسافة 4 سنتي عند نون بيساوي 1، تعالى كده يلا ده بيديني السرعة، يبقى أنا لو كملت السرعة يديني إيه؟ المسافة. جابها لي مباشرة، وأنت تاخد المسألة تعالى أهو، الإزاحة أو المسافة بيساوي تكامل 5 زائد 3 نون بالنسبة لنون. يلا نكمل تعالى، 5 نون زائد 3 نون أس 2 على 2 زائد إيه؟ ثابت التكامل. أدي فيه، قال لي فيه بتساوي كام؟ نسمي دي 1، عند فيه بتساوي 4 سنتي، ونون بيساوي 1 ثانية. تعالى يبقى على طول فيه ب4 ونون ب1، يبقى 5 في 1 ب5 زائد 3 على 2 زائد ثابت. يبقى دي أصبحت 5 زائد 3 على 2 ب1.5 يبقى 6.5، يبقى الثابت بيساوي 4 ناقص 6.5. 4 ناقص 6.5 يدينا 2.5. بالسالب يبقى الثابت أصبح 2.5 اللي هو سالب 5 على 2. أصبحت فيه إيه؟ فيه بيساوي بالتعويض في 1، بالتعويض في 1 أصبحت فيه بيساوي 5 نون زائد 3 على 2 نون تربيع ناقص 5 على 2. أدي المسافة. يبقى أنت لما تيجي تقرأ المسألة ما تتعبش نفسك وتخلي بالك من النقط دي. بيقول لك إيه؟ إذا كانت المعادلة عين بيساوي 5 زائد 3 نون سنتيمتر على لكل ثانية تمثل العلاقة بين السرعة والزمن لنقطة مادية، فأوجد العلاقة بين المسافة والزمن إذا كانت المسافة بيساوي 4 سنتي عندما نون بيساوي 1 ثانية. فقلت لك الله ده مديني السرعة، يبقى أكملها، يبقى فيه بيساوي تكامل 5 زائد 3 نون بالنسبة للزمن. فيه بيساوي أكامل 5 بـ5 نون زائد 3 على 2 نون تربيع زائد ثابت تكامل. قال لك إيه؟ قال لك إن فيه بتساوي 4 سنتي هو اللي مديها لي، ونون بيساوي 1 ثانية، عوضت ب4 بـ1 ثانية جبت قيمة الثابت طلع سالب 5 على كام؟ على 2، وعوضت عن في 1 اللي هو هنا، يبقى 5 نون 3 على 2 نون تربيع ناقص 5 على 2 اللي هو قيمة الثابت، وخلصت. ادي الايه؟ ادي المسافة اللي موجودة عندنا اللي هو العلاقة بين المسافة والزمن. دي هي العلاقة بين المسافة والزمن. بكده خدنا تطبيقين، وده أهم حاجة يكون موجود عندنا. هناخد بعض الحاجات اللي نمهد بيها ونشوف احنا هنفكركم بيها بحاجة جديدة النهاردة. تذكر أن عمليات التكامل علشان خاطر هنحتاجها فيما بعد. تعال نشوف بعض تمرينات تفتكر بعنوان تذكر أن. تمارين للتذكر. أول تمرين بيقول لي إيه؟ بيقول لي أوجد تكامل س تربيع ناقص 3 كل أس 5 في 2 س بالنسبة للمتغير س. تعال نشوف الحل ونشوف إحنا بنعمل إيه. كوس كل أس 5، القوس دي بتدخله مقدار، عاوزين كده نشتق المقدار اللي جوه القوس طلعت 2 س. الله ده دي المشتقة بتاعتها،
يبقى انا على طول اعمل ايه؟ تكامل القوس بس. تعال نكمل القوس ونشوف اهو. يبقى هنا على طول س تربيع ناقص 3 كل اس 6 على كام؟ على 6. نكتبها 1/6 كده عشان نخلي شكلها مظبوط. ادي زائد ايه؟ ثابت. هو ده الناتج بتاعها. تعال برضو نبص كمان تمرين. يبقى انا لما اجي يجي لي اي حاجه قوس داخله مقدار، المقدار ده ابص كده المشتقه بتاعته المح، لما المح الحاجه اللي موجوده دي ابص المشتقه بتاعتها طلعت موجوده في قلب المساله، اول لما تكون موجوده يبقى كامل القوس بس. طيب في نفس المساله وسؤال تاني راح اعمل حاجه جديده قوي. ايه هي؟ قال لك تكامل هنا س تكعيب ناقص 1 أس 2، وهنا س تربيع بالنسبة لسين. قال لك اوجد التكامل ده. أنا بفكرك، جه قعدت أفكر، المقدار ده قوس أس عدد، وجوه المقدار ده لما اجي اشتق هتطلع 3 س تربيع، لكن موجوده عندي بره س تربيع بس. يبقى اعمل ايه؟ اضرب في كام؟ في 3. برافو عليك. يبقى هنا اقول بالضرب بسطا ومقاما في كام؟ في العدد 3. يبقى انا لما اقول تكامل اعد اضرب، قسمت كده على 3 واضرب في 3، اديتني صورة القانون. تعال بقى كده، ادي المشتقة، ادي القوس، والمشتقة ما بداخل القوس اللي هو ده. يبقى تلت س تكعيب ناقص 1 أس 3 على كام؟ على 3. يبقى اضرب في 3 زائد ثابت. تعال نشوفها كده، يبقى بيساوي توسع في س تكعيب ناقص 1 أس 3 زائد مقدار ثابت. شفت بقى انا عملت ايه هنا؟ هنا قوس أس عدد، المشتقة ما بداخل القوس طلعت 3 س تربيع، اللي هنا س تربيع، يبقى محتاج اضرب في 3. طالما ضربت البسط هنا في 3 يبقى هضرب المقام في 3 اهي. يبقى داله في مشتقتها، المشتقة تكامل القوس على طول، ماليش دعوة بدي، وأقول تكامل القوس على طول، أزود الأس 1 وأقسم على الأس الجديد وخلصت. زائد إيه؟ ثابت التكامل، لأن التكامل دي غير إيه؟ محدد. تعالى برضو ناخد تمرين كمان. دايما تخلي بالك من الحتة دي وتشوف أنت بتعمل إيه، وتكون يعني تتعامل معها بأناقة وشياكة زيادة عن اللزوم. تعالى نشوف الفكرة اللي جاية دي. بيقول لك تكامل 5 س + 3 كل أس 4 بالنسبة للمتغير س. بصيت، يلا نفكر مع بعض. على قوس وجواه مقدار من الدرجة الأولى كله أس عدد، مفيش حاجة بره مضروبة فيه. بنعمل إيه؟ نزود الأس 1 ونقسم على الأس الجديد على مشتقة ما بداخل القوس. تعال نشوف الكلام ده، زائد مقدار ثابت. تعال كامل القوس 5 س + 3 كل أس كام؟ 5. وأقسم على كام؟ على الخمسة. 5 اللي هي دي، خلي بالك قسمت عليها. طب معامل س كام؟ 5. أهو اللي هو مشتقة ما بداخل القوس زائد مقدار ايه؟ ثابت. يدينا 1/25 في 5 س + 3 كل أس 5 زائد مقدار ايه؟ ثابت. كده من ضمن الحاجات اللي انت لازم تخلي بالك منها وتتعامل معاها بكل، دي قاعدة تانية. تعالى كمان حاجة، ده تمارين تذكر ان مهمة جدا ان انت عشان يربطك بالدروس ببعضها وتفتكر احنا القواعد اللي احنا بنشتغل فيها ايه، وباستمرار هنعمل تذكر ان في كل حلقة من الحلقات.
تعالى كده تمرين كمان ونشوف هنعمله ازاي، وربنا هيوفقكم لان الموضوع ابسط من الخيال. تعالى نشوف تكامل سين في جذر سين تربيع زائد واحد بالنسبة لسين. بسم الله ما شاء الله. طيب ايه الشكل اللي انت عملته ده؟ ايه يعني ايه اللي انت بتعمله؟ طيب ما احنا دي يعتبر قوس، هنفك كل قوس نص بالنسبة لسين تكامل. مشتق دي ايه؟ اتنين سين، يبقى اضطر اضرب في كام؟ في اتنين، واقسم على كام؟ على اتنين، يبقى بالضرب بسطا ومقاما في العدد اتنين. تعال نبص، يبقى هنا مشتق ده هو ده، يبقى نص في سين تربيع زائد واحد كل اس تلاتة على اتنين، هزود واحد واقسم على تلاتة على اتنين، يعني اضرب في اتنين على كام؟ على تلاتة، زائد مقدار ايه؟ زائد ايه؟ ثابت التكامل، الاتنين راحت مع الاتنين، يبقى تلت في سين تربيع زائد واحد كل اس تلاتة على اتنين زائد ايه؟ ثابت. تعال نشوف كده الكلام ده، يبقى تاني، يبقى تكامل سين في جذر التربيع السين تربيع زائد واحد، فكيت بالنسبة لسين، فكيت الجذر كل اس نص، مشتقة ما بداخل القوس اتنين سين، يبقى اضطر اضرب بسطا ومقاما في العدد اتنين، يبقى هنا اتنين وقسمت على اتنين، يبقى دالة في مشتقتها، النص اهو ماليش دعوة بيه، اهو التكامل ده خلص، يزود الاس واحد واقسم على الاس الجديد. الاس لما انا زودت واحد، وخلي بالكم انا بحسبها ازاي بسرعة، واحد زائد اتنين يدينا تلاتة على الاتنين اللي هي دي. طبعا بدل ما اقول على تلاتة على اتنين قلبتها وخليتها معامل قدامها، يبقى نص في اتنين على تلاتة، دي راحت مع دي يدينا تلت، سين تربيع زائد واحد كل اس تلاتة على اتنين زائد ايه؟ ثابت. يبقى انت كده لما تلاقي دالة في داخل قوس كل اس عدد، في مشتقة ما بداخل الدالة بكامل القوس على طول. لما بتلاقي دالة عادية كثيرة الحدود بكامل كل حد من حدودها من غير أقواس ولا أي حاجة، بكامل كل حد من حدودها واتعامل معها. طيب لما نيجي مثلا دالة اسم الدالتين، لما تشوف تكامل اسم الدالتين، تعال نشوف كده ونشوف احنا بنعمله ازاي. بيقول لك اوجد تكامل س تكعيب ناقص 8 على س ناقص 2 بالنسبة للمتغير س. خليك ناصح، ما تخليكش ان انت تعب نفسك في اي حاجة. تعال نشوف كده، فكر مع بعض، س تكعيب ناقص 8 الله على س ناقص 2، دي شكل من اشكال التكامل. طيب اتعامل معاه ازاي؟ افكر فيه ازاي؟ اعمل ايه فيه؟ ايه ده الشكل ده ما مرتش فيه قبل كده؟ طب انا عاوزه يبقى شكل من الاشكال، صورة من الصور اللي انا بكملها، فابسط هذا الشكل. يبقى كده لما يديني قسم الدالتين اعمل ايه؟ ابسط هذا الشكل. تعال نبسط كده، نبسط هذا الشكل نشوف كده على طول، قوس صغير تحلل وبعدين ايه؟ ربع، غير اضرب ربع على س ناقص 2، يلا اهو بالنسبه لس، يبقى اصبحت التكامل س تربيع زائد 2 س زائد 4 بالنسبه لس، يلا زود الاس واحد واقسم على الاس جديد، يبقى س اس 3 على 3 زائد س اس 2 على 2 راحت مع الاثنين، زائد 4 س زائد مقدار ثابت، وده الناتج بتاع التكامل. بكده طبعا احنا كنت سعيد بيكو، وكل حصة ان شاء الله هنعمل مراجعة بسيطة اللي هي تذكر أن، هناخد تمرين ولا اتنين على قد ما نقدر، وان شاء الله ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.